هل الطفل المولود في بلاد المسيحيين يتساوى مع الطفل المولود في مكة؟ ألا يوجد ظلم في ذلك؟ وفي هذه الحالة ما هو ذنب من كانت عائلاتهم من غير المسلمين؟ هل سيذهب كل غير المسلمين إلى الجحيم؟ في البداية قد يبدو هذا عيباً بالنسبة لأولئك الذين يعيشون خارج الأراضي الإسلامية، ومع ذلك عندما نتعمق في الموضوع يمكننا أن نرى أن هذا ليس هو الحال. دعونا نناقش هذا الأمر معاً. العيش في أرض معينة ليس معياراً للإيمان. هناك الكثير من الأمثلة على هذا. على سبيل المثال، يعرف معظمكم قصة النبي موسى عليه السلام. كان النبي موسى يسكن في بيت فرعون الذي كان طاغية وأعلن نفسه إلهاً، ونشأ مع أناس ليس لديهم إيمان، لكنه في النهاية أصبح نبياً. ومن ناحية أخرى، النبي إبراهيم عليه السلام نشأ في قبيلة كانت تعبد الأصنام، وكذلك والده، لكن مرة أخرى في النهاية بغض النظر عن مدى بعدهما عن أرض الإيمان لكنهم وجدوا النور. من ناحية أخرى، آمنت آسيا زوجة فرعون بربها على الرغم من وجود فرعون، لكنها تخلصت من ظلمة الكفر ولم تتخلى عن إرادتها وخياراتها. لذا فكر في الأمر، حتى زوجة فرعون وجدت الإيمان في مثل هذه البيئة. لذلك دعونا ننظر إلى الأمر بالعكس. أبو لهب عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان من أقرب الناس إلى نبينا، لكنه لم يؤمن رغم أنه كان الأقرب إلى الحق، بينما يبدو أنه الأكثر حظا، لكنه أظهر لنا أن الإيمان لا علاقة له بالعيش في أرض معينة. وهذا يدل على أنه حتى الأشخاص الذين يعيشون في البلدان غير الإسلامية يمكنهم الوصول إلى الحق من خلال جهودهم، في حين أن الأفراد الذين يعيشون في البلدان الإسلامية قد لا يصلون لذلك. يمكننا أن نرى بالفعل أن العديد من المسيحيين وغير المتدينين الذين أجروا القليل من البحث عثروا على أدلة واعتنقوا الإسلام، بينما المسلمين الذين لم يجروا أي أبحاث ابتعدوا عن الإسلام بسبب التقليد. لذلك وكما جاء في القرآن، فإن الحل هو أن يستخدم المرء عقله ويقوم بالبحث، وبهذا المفتاح إن شاء الله ستفتح أبواب الإيمان. البشر فضوليون بطبيعتهم، حتى أنهم يتساءلون عن التفاصيل الصغيرة. كيف يمكن لشخص فضولي ألا يسأل نفسه أسئلة حول أهم قضية، مثل من أين أتيت؟ من أرسلني إلى هنا؟ وإلى أين أنا ذاهب؟ لماذا لا يبحث الإنسان في إجابات هذه الأسئلة بدافع الفضول؟ ألا تعتقد أن هناك شيئاً غريباً في هذا؟ لنفترض أنك على متن طائرة وتجلس على مقعد في الصف الأوسط. تنظر إلى الصفوف الأمامية وفجأة حدث أنهم بدأوا يأخذون الناس من المقاعد الأمامية وإلقائهم من الطائرة واستبدالهم بأشخاص جدد. في مثل هذا الموقف الغريب، ألا يجب أن تسأل ماذا أفعل هنا؟ من أين أتيت؟ وأين يذهب الناس الذين تم إلقاؤهم؟ سيأتي دوري قريباً. ألن تبحث بدافع الفضول وتسأل عن تفسير من أي شخص؟ ودعنا نقول أنه في هذا الوقت يأتي إليك شخص ما ويقول لا داعي للقلق بشأن ما يجري هنا، يمكنك لعب أي لعبة تريدها على جهاز الكمبيوتر الذي أمامك. سنقدم لك بعض الطعام بعد قليل ويمكنك اختيار أي طعام لذيذ تريده، فقط ارتاح. في هذه الحالة ربما لن تلقي نظرة على الأشياء المعروضة عليه وستركز على الحدث الرئيسي. هذا العالم مثل طائرة سريعة، فتحنا أعيننا ووجدنا أنفسنا على هذه الأرض، ومع ذلك نحن منغمسون جدا في الأشياء التي تمتعنا، مثل ألعاب الكمبيوتر والأفلام والبرامج التلفزيونية التي تضيع الوقت. إننا لم ندرك حتى أننا على متن هذه الطائرة، لم نتمكن من رؤية الناس الذين يموتون كل يوم والذين يولدون ليحلوا مكانهم. كنا نركز فقط على المتع الدنيوية، هذا هو ما يحدث معنا، قضاء الوقت مع تلك الألعاب التي خدرتنا والتي منعتنا من استخدام مهاراتنا البحثية بطرق مختلفة، على الرغم من أننا نبحث عن الوظيفة التي نريد الحصول عليها في المستقبل ونقرأ مقالات عن نظامنا الغذائي. هل نعلم ماذا ينتظرنا في الآخرة؟ لسوء الحظ لسنا قلقين بشأن ما يجب أن نفعله سلفاً، ومع ذلك فإن الفضول هو سيد العلم، والشخص الذي يصل للمعرفة سيستخدم حكمته لاكتشاف الحقيقة. إذا كان الأمر كذلك، فإن القضية الأساسية هنا هي رغبة الإنسان وتوجهاته، لكن الحقيقة أن الناس يعيشون حياتهم ويعطون الأولوية لمشاعرهم بسعادة مؤقتة ووسائل ترفيه مغرية، ووضع العقل جانباً للأسف يسد وريد الفضول، ونتيجة لذلك قد لا يتمكنون بالطبع من اكتشاف الحقيقة. ومن الأمور الأخرى التي يساء تفسيرها في كثير من الأحيان الاعتقاد بأن الجنة مضمونة للمسلمين، لكن من المهم أن نفهم أن الإيمان هو مسألة تحسب في الختام، لذلك لا نعرف من سيكون مؤمناً في النهاية. المسلمون الذين قلدوا الإيمان ولا يعرفون الله ولا يقومون بتقوية إيمانهم من خلال البحث والأدلة ويستمروا في العيش بجهل عن القضايا المهمة سوف يكونوا في خطر كبير، لأنهم أقنعوا أنفسهم أن إيمانهم كاف، لكننا لا نعرف ما إذا كانوا سيموتون كمؤمنين. كما يجب على غير المسلمين البحث وفهم معتقداتهم باستخدام الحقائق والأدلة، وبالمثل للمسلمين.
وعن سؤال هل يذهب كل الكفار إلى النار؟ مفهوم الناس عن فترة ما بين سيدنا محمد وسيدنا عيسى مهم. عندما نفكر في هذه الفترة، معظمنا يفكر في أنها الفترة ما بين نبينا صلى الله عليه وسلم والدين الذي جاء به النبي عيسى عليه السلام فقط. ومع ذلك يتم استخدام هذا المصطلح لأي فترة غاب عنها ضوء دين مرسل مع نبي. قام الإمام الغزالي بالتصنيف التالي فيما يتعلق بحالة الناس بعد وصول نبينا صلى الله عليه وسلم. بعد وصول نبينا صلى الله عليه وسلم انقسم الكفار إلى ثلاث فئات. أولهم الذين لم يسمعوا دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا على علم بها، هذه المجموعة هي بلا شك من أهل الجنة. المجموعة الثانية هم من سمعوا عن دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم والمعجزات التي فعلها وحسن أخلاقه لكنهم رفضوا الإيمان، هذه المجموعة هي بلا شك من أهل النار. الفئة الثالثة وهي الفئة التي تقع في منتصف الفئتين الأخريين، على الرغم من أنهم سمعوا باسم نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أنهم لم يسمعوا بصفاته. هؤلاء الناس يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم منذ صغر، ولاحقا كنبي كذاب اسمه محمد، لم يسمعوا سوى الدعاية السلبية عن نبينا صلى الله عليه وسلم. على الرغم من أن الإمام الغزالي لا يقول شيئا ملموسا عن الناس في هذه الفئة، إلا أنه يتابع ويقول: في رأيي حالتهم مماثلة لحالة المجموعة الأولى، أي أولئك الذين لم يسمعوا عن نبينا قط، لأنهم سمعوا اسم نبينا ممزوجا بعكس صفاته. هذا لا يشجع الناس على التفكير السليم وإجراء تحقيق لاكتشاف الحقيقة. عندما ننظر إلى الكون يمكننا أن نرى رحمة الله بكل التفاصيل، تلبية احتياجات كل مخلوق بلطف ورحمة. نعم، لا يزال العديد من الخير والقوت يأتي إلينا من أماكن لا نعرفها ولا نتوقعها في أي وقت، وهذا يدل على وجود إله رحيم وكريم يراعي خلقه. إذا كان الأمر كذلك فهو على دراية جيدة بظروف كل فرد، خاصة لأولئك الذين يهتم بهم أكثر. عندما يتعلق الأمر بمسألة تتعلق بالإيمان سوف يعاملهم بلا شك بالرحمة والإنصاف، وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن نتعامل مع الأمور على هذا النحو متذكرين كرم الله. هل يمكن أن يكون الله قاسيا على من تتعاطف معهم؟ هل يمكننا افتراض أن الله الذي يحب خلقه ويعطف عليهم لا يرحمهم؟ والله عادل أيضا، وهذا لا ينبغي التغاضي عنه. يجب ألا يكون هناك شك أنه يحكم بإنصاف في محكمة الآخرة. وفقا لهذه المعلومات، إذا تم اختبار كل شخص على حسب أعماله وتمت محاسبته، يجب أن نسأل أنفسنا ما مدى جودة استخدامي للفرص الخاصة بي، وإلى أي مدى يمكنني تلبية المطالب المعروضة علي.